حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بكفر الدوار. أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا، ونبدأ من محافظة الفيوم. وقد تمكنت إدارة المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال، وقالت مصادر أمنية إنه تم الكشف عن هذا التشكيل المكون من 7 أفراد خلال عملية تحرير طفل طالب خاطفوه فدية مالية من أجل إطلاق سراحه. وللتفاصيل حول هذا الخبر تنضم إلينا من الفيوم الصحفية هيام عزام. هيام، بداية، كيف تمكنت الأجهزة المعنية من الكشف عن هذا التشكيل العصابي؟ التشكيل العصابي قام منذ أسبوع بخطف طفل يبلغ 8 أعوام من أمام منزله بمدينة الفيوم. تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد حبيب والنقيب إسلام معوض من مباحث بندر الفيوم، وبالفعل تم عمل خطة مجتمع وتم ضبط التشكيل العصابي ومكون من 7 أشخاص. هم عقب قيامهم بخطف الطفل طالبوا أسرة هذا الطفل بدفع فدية 500,000 جنيه مقابل عودة الطفل إلى أسرته، ولكن المباحث تمكنت بالفعل من ضبط هذا التشكيل وتسليم، وهم الآن تحولوا إلى نيابة الفيوم للتحقيق معهم حول الوقعة، والطفل تم تسليمه منذ قليل إلى أسرته. هل هذه عملية الخطف الوحيدة في الفيوم؟ لم تكن هي عملية الخطف الأولى، ولكن هناك منذ يومين تم اختطاف أحد الفتيات من أمام المدرسة. حتى الآن المباحث لم تتمكن من الوصول إليها، وتم على أثر ذلك قيام الفتاة المخطوفة بقطع طريق مصر الفيوم، وهم أيضا الآن في أعطوا مهلة لمدير الأمن 48 ساعة، وستنتهي هذه المهلة اليوم. في حالة عدم وصول البنت إلى أسرتها بقرية الإعلام سوف يقوم الأهالي ابتداء من الغد بتصعيد القبور وقطع عدد من طرق الفيوم المختلفة. هيام عزام من الفيوم، شكرا جزيلا لك. وفي محافظة أسيوط تمكنت لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع أجهزة الأمن من إنهاء إحدى أكبر الخصومات الثأرية ببندر أسيوط. تعود جذور الخصومة إلى خلاف النشب العام الماضي بين عائلتين بدائرة قسم أول أسيوط حول ملكية قطعة أرض. معنا عبر الهاتف الصحفي يونس درويش. كيف تطور صراع على قطعة أرض إلى خصومة ثأرية؟ ربما زميل محمد، هذه الخصومة تعتبر من أكبر الخصومات كما ذكرت ببندر أسيوط، وهي بين عائلتي تجل والشنان ببندر أسيوط دائرة قسم أول. حدث خلاف منذ عام بين العائلتين على ملكية قطعة أرض مباني، تطور الخلاف إلى نشوب مشاجرات بالأعيرة النارية نتج عنها مقتل أحد العائلتين واتهم فيه آخر، ثم قامت العائلة الأخرى بالأخذ بالسأر من العائلة التي قامت بقتل أحد ذويها واتهم فيه أيضا أحد الأشخاص. وبعد تدخل لجنة المصالحات العرفية برئاسة المستشار محمد عزت رئيس محكمة جنايات المنيا وأهل الخير ورموز العائلات وعبد العظيم تجل أحد كبير عائلة تجل التي بينها خصومة، وبالتنسيق مع اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير الأمن، تم اليوم إنهاء الخصومة الثأرية، وذلك بحضور الآلاف من أهالي بندر أسيوط والقرى المجاورة والعائلتين، حيث قام بالقسم على كتاب الله بالوفاء بالعهد والتعهد على حسن المعاملة، حيث أنهما تربطهما صلة الجوار وأن هذا الصلح صلحا شافيا بين العائلتين، وتعهدا بالقسم على يمين الله ألا يعود للخصومة مرة أخرى. هل هنالك خصومات أخرى؟ ربما محافظة أسيوط الزميل محمد تعتبر من أشهر المحافظات في جمهورية مصر العربية عموما وفي الصعيد خاصة، تشتهر بخصومات ثأرية كثيرة في القرى وفي المراكز. ربما تعتبر هذه الخصومة الوحيدة في دائرة قسم أول أسيوط داخل البندر، وهي تعتبر حالة فريدة وجود خصومة بين عائلتين كبيرتين داخل البندر، لكن خصومات كثيرة داخل مراكز وقرى محافظة أسيوط. أيضا بجانب الخصومات هناك تجدد الخصومات الثأرية رغم محاولة أجهزة الأمن بالقيام
بإعداد مصالحات كثيرة. اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط قال أنه في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر أنه خلال شهر أبريل المنتهي قريبا تم إنهاء أكثر من 17 مصالحة في قرى دائرة مركز أسيوط. مراكز أسيوط. شكرا يونس درويش الصحفي في أسيوط، كان معك زيد العابدين توفيق، شكرا يا يونس. في محافظة قنا نظم عاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على الأوضاع المالية، طالب المحتجون بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة رواتبهم، كما طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة بالشركة معتبرين أنه المسؤول عن تردي أوضاعهم. في محافظة قنا أيضا أصيب ضابط ومساعد شرطة من قوة مباحث قسم قوس برصاص مسلحين، وكان المصابان ضمن قوة لتمشيط وتأمين الطريق الزراعي بين قنا والأقصر حين هاجمهم مسلحون ملثمون اعترضوا على تفتيش سيارتهم. للمزيد من التفاصيل حول هذين الخبرين معنا الصحفية هيام الوكيل. بداية، لماذا يظن العاملون أن رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن تردي أوضاعهم؟ نعم، كما تعلم الزميل زين أن هناك العديد من المطالب لا نستطيع أن نصنفها بأنها مطالب فئوية، وإنما هي مطالب ملحة لدى العاملين في جميع الهيئات الحكومية بشكل عام، ومن ثم هم طلبوا بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية. أكدوا على أن تم رفع شكاوى لرئيس مجلس الإدارة المهندس حنفي للتأكيد على مطالبهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية والمسميات الوظيفية، إلا أن كان هناك تجاهل من قبل الإدارة لهذه المطالب. طلبوا من خلال هذه الوقفة بعدة مطالب من أهم هذه المطالب تعديل أساسي الرواتب أسرة بالشركات التابعة للشركة القابضة، إنشاء ودعم صندوق الزمالة الخاص بالشركة، وأيضا طالبوا بصرف مكافأة تقييم الأداء كاملة والتي أقرتها الجمعية العمومية وهي 5 أشهر لا تقل عن ذلك. أيضا طالبوا بأن يكون هناك عمل مسابقات لسد العجز داخل الشركة وتعديل المسميات الوظيفية. أكدوا أن هناك بعض العاملين لهم مسميات وظيفية تخالف عملهم في الواقع، ومن ثم طلبوا بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية معا. من خلال هذه الوقفة أيضا طلبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة، ولكن كان هناك تفاوض معهم من قبل محافظة قنا بأن سيتم النظر في هذه المطالب، ومن ثم تم فض التظاهر اليوم لحين الرد على هذه المطالب. طيب، بالنسبة لإصابة الضابط والمجند في أثناء تمشيط وتطهير الطريق الزراعي بين قنا والأقصر، كيف وقعت هذه العملية؟ ما هي التفاصيل؟ بالفعل يعني كما علمنا أن اليوم كان هناك تمشيط للطريق الزراعي بقنا الأقصر أمام مدينة قوس بكوبري حجازة قرية تابعة للمركز. كان هناك حملة بقيادة كانت قيادة هذه القوة النقيب محمود سويس والمساعد شرطة سيد أحمد محمد. تم إطلاق أعيرة نارية من قبل ملثمين عليهم من خلال تمشيط الطريق أثناء محاولة تفتيش سيارة كانت تقف بالكوبري. لا يعلمون ما أسباب وقوف هذه السيارة، عندما حاولوا الاقتراب منها وتفتيشها قام عدد من الملثمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم في محاولة منهم للسيطرة على القوات الأمن والبعد عن تفتيش هذه السيارة وإيقافهم، وبالفعل تمكنوا من إصابة الضابط ومن إصابة أيضا مساعد الشرطة بعدد 4 طلقات نارية. هو في حالة حرجة، تم نقله لمستشفى الأقصر الدولي. تسببت هذه الطلقات في تفتت الكبد ونزيف حاد لهذا المساعد، وحاولت قوات الأمن نقله إلى القاهرة لتلقي العلاج اللازم، ولكن الفريق الطبي أكد أن إذا تم نقله سيكون هناك خطورة على حياته. بالفعل تم جلب فريق طبي وطبيب مختص لزراعة الكبد لمتابعة هذه الحالة. أكدوا أن عقب الساعة 8 من مساء اليوم سوف يعلمون هل سيكون هناك أي تطورات في الحالة أم سيكون هناك نقل لهذه الحالة نظرا لتردي الحالة الطبية. نسأل الله لهما الشفاء العاجل وولي ذلك والقادر عليه. شكرا هيام الوكيل الصحفية في قنا.
في محافظة جنوب سيناء نظم العاملون بإدارة الموارد المائية إضرابا عن العمل المطالبة بصرف حافز جذب العمالة، كما يطالب المحتجون بتثبيت العمالة المؤقتة مؤكدين أن هنالك من يعمل بالإدارة منذ 15 عاما بعقود مؤقتة. وقال العاملون المضربون إنهم سيغلقون أبواب الإدارة إلى حين تنفيذ مطالبهم. وفي محافظة شمال سيناء التقى المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحو بالعاملين المحتجين في مديرية الشباب والرياضة. ناقش المحافظ مع العمال المحتجين إمكانية حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم، ومن أبرزها صرف حافز الإثابة. معنا عبر الهاتف الصحفي ماهر إسماعيل. نبدأ باحتجاج جنوب سيناء. بداية، ما هو حافز جذب العمالة؟ نعم الزميل زين العابدين، تمحور اللقاء الذي عقده المحافظ اللواء السيد حرحور وممثلي العاملين بالشباب والرياضه مساء اليوم حول ثلاث موضوعات اساسيه عرضها المحتجون عليه، واوجد لها حلول سريعه وهي الموقف المالي وتغيير قيادات المديريه والفساد التي تشهد المديريه. فيما يخص الموقف المالي، تناول محور عدم صرف حافز ال 200% للعاملين بالمديريه عن شهر ابريل، وكذلك عدم صرف البدل النقدي من 7 أشهر لعجز الاعتمادات. فيما يخص الحافز، أحال المحافظ جميع المسؤولين عن هذا الأمر للتحقيق، وأجرى اتصالا تليفونيا بوكيل وزارة المالية المختص بتعزيز الاعتماد المالي، وأكد الأخير سرعة توفير الاعتماد فور وصول مطالبة المديرية التي رفعها تنظيم الإدارة للجهاز ومنه إلى وزارة المالية، وذلك بهدف سرعة صرفها للعاملين حتى لا تؤثر عليهم بالسلب. لكن فيما يخص البدل النقدي، أكد وكيل وزارة المالية أن الاعتماد تم إرسال المديرية اليوم لصرفه للعاملين سريعا. أما فيما يخص القيادات، قرر المحافظ الإبقاء على وكيل المديرية لقطاع الرياضة وعودة قائم بأعمال المديرية العمل وكيلا للشباب، ومقربة مسؤولين لمراجعة موقف المتقدمين في المسابقة الأخيرة لشغل مدير عام المديرية لإصدار قرار بتعيين مدير عام المديرية. أما فيما يخص الفساد الذي أشار إليه العاملون المحتجون خلال اللقاء، قرر المحافظ تشكيل لجنة من المديريات المالية والتنظيم والإدارة والإسكان والزراعة وإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة تبدأ عملها يوم الأحد القادم لمراجعة كافة الأمور المالية والإدارية والإنشائية بالمديرية ومراكز الشباب والوحدات التابعة له لصورة محاصرة المخطئين ومراجعة موقف جميع المنتدبين في المديرية للبحث في أمرهم. وما رأي المحتجين في كل هذه الإجراءات؟ لقد خرجوا من هذا الاجتماع سعداء بما تم بالقرارات التي اتخذها المحافظ، واكدوا انها المره الاولى التي يجدون اجابه سريعه لمطالبهم خلال لقائهم مع مسؤولين بالمحافظه منذ وقت طويل. شكرا جزيلا الصحفي ماهر اسماعيل من شمال سيناء. في محافظة البحيرة شنت مديرية أمن البحيرة حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون بمركز كفر الدوار، وشاركت في الحملة قوات من إدارة البحث الجنائي ونحو 20 مجموعة قتالية. واستهدفت الحملة بشكل خاص عزبتي الحاج محمد والدكتور عبد الوهاب بمنطقة الطابية بمركز كفر الدوار. ومعنا عبر الهاتف من هناك للتفاصيل الصحفي محمد عيسوي. لماذا هاتين العزبتين بالتحديد؟ العزبتين التي قامت مديرية أمن البحيرة بشن حملة عليهما جاءت بعد بلاغات وشكاوى من قبل الأهالي بوجود عناصر إجرامية تثير الرعب للأهالي هناك، فقامت المديرية بتلك الحملة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام باستهداف البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية. وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهما أسلحة نارية و5 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأقراص مخدرة، وشخصان بحوزتهم سلاح أبيض، كما تم ضبط سيارة بيضاء اللون وتم فحصها وأثبت بأنها قد تمت سرقتها من قبل أحد الأشخاص، وكما تمت في الحملة ضبط عدد 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وأيضا أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق عيرة نارية وبلطجة. هل وقعت أي اشتباكات بين قوات الأمن وأولئك الخارجين عن القانون؟ لم تسفر الحملة عن أي اشتباكات، حيث كانت الحملة بها أعداد كبيرة من المجموعات القتالية وكذلك ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار.
شكرا جزيلا الصحفي محمد عيسوي من محافظة البحيرة. وفي محافظة دمياط بدأت مديرية عام التموين تنفيذ مشروع تحرير الدقيق في أكثر من 100 مخبز طباقي، وأوضحت مصادر بمديرية التموين أن الهدف من تطبيق هذه المنظومة الجديدة هو تحسين جودة الرغيف الطباقي بحيث يكون مطابقا للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل وزارة التموين. وفي محافظة المنوفية دشنت المحافظة أعمال اللجنة العليا المكلفة بمتابعة حالة مياه الشرب، وتتولى اللجنة متابعة نتائج العينات العشوائية لمياه الشرب ومتابعة عمليات التطهير شبكات المياه. وقال اللواء ياسين طاهر سكرتير عام المحافظة ورئيس هذه اللجنة إن اللجنة ستكون معنية بإصدار قرارات لحل المشاكل الخاصة بمياه الشرب، ولن يقف دورها عند حدود التوصيات والاستشارات. وما زلنا في محافظة المنوفية، وفيها عقد مجلس إدارة منطقة قويسنا الصناعية اجتماعا لمناقشة تنفيذ وإتمام مشروع الصرف الصناعي والصحي الخاص بالمنطقة. وبحث المجتمعون الاحتياجات اللازمة لإجراء تشغيل جزئي للمحطات، كما تم مناقشة أوجه تمويل مشروع الصرف الصناعي والصحي والأولويات والمراحل التي تمر بها عملية التنفيذ. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء ياسين طاهر سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة متابعة مياه الشرب. وحول هذا الموضوع سيادة اللواء، ماذا تم اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هو طبعا النهارده كان عندنا اجتماع اللجنه العليا لمتابعه حاله مياه الشرب، ودي لجنه تنفيذيه مشترك فيها كل الجهات المعنيه بهذا الملف. النهارده كانت اول جلسه، وهي تعتبر جلسه اجراءات، وحددنا ملامح الشغل في اللجنه ان شاء الله خلال الفتره الجايه، وحددنا الموضوعات الرئيسيه اللي هنتابعها. بدأنا باستعراض ايه اللي موجود الحالي وايه الموضوعات اللي هنتابع معاها ان شاء الله. وكان اهم الملفات اللي بدأنا نتعامل معاها اللي هو ملف التعامل والتقنين أوضاع محطيات مياه الشرب الأهلية وأسلوب التعامل مع الطرمبات الحبشية، وخصوصا اللي متوصلة على شبكة مياه الشرب في القرى والمدن. فإن شاء الله اللجنة دي هتبقى معنية بتنسيق كمان أعمال كل الجهات اللي بتتعامل مع هذا الملف، زي شركة مياه الشرب ومديرية الشؤون الصحية والمعامل، عشان ما يحصلش أي نوع من التعارض. طيب حضرتك تفضلت بالقول أن هذه اللجنة لن يقف دورها عند حدود التوصيات والاستشارات، يعني ما هي، هل لديكم صلاحيات تنفيذ اتخاذ إجراءات تنفيذية وعملية على 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 الواقع، على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بمياه الشرب؟ طبعا ان شاء الله، لانها لجنه تنفيذيه ورئيسها هو السكرتير العام اللي يعتبر على راس الجهاز التنفيذي في المحافظه. فان شاء الله هتبقى اللجنه مش هتكتفي بالتوصيات، هتبقى لجنه تنفيذيه، واللي في حدود سلطاتنا المخوله لينا هناخدها، واذا كان مطلوب ان احنا ناخد قرارات بسلطات اعلى ان شاء الله هنتواصل مع الجهات اللي عندها السلطه ديت، ونتحصل على تصديق بيها، زائد توفير الاعتمادات والتعامل مع كل الملفات باذن الله. طيب فيما يتعلق بمياه الشرب، اخذتم عينات لمتابعه عمليات التطهير ومعرفه المطلوب، هل لديكم اي نتائج او مؤشرات على العينات التي اتخذتموها؟ هو بالمناسبه الاجراء ده بيتبع بشكل دوري ومنتظم ما بين اللجان اللي بتطلع من وزاره الصحه وما بين ما يحدث داخل شركه الميه. احنا دورنا ان احنا هنتابع هذا الاجراء وانتظام عمايله، واذا كان هناك تعارض ما بين الشركه وما بين ما يحدث داخل مديريه الشؤون الصحيه هنعمل توافق على ان الموضوع يجيب النتائج المطلوبه منه، زائد بعض المشاكل المعلقه بقى واللي لسه ما وصلناش لحل فيها من خلال اللجنه ان شاء الله. هنتابع كل الاجراءات دي، واحنا حاطين ملف مهم قوي قدام اللجنه ده، وهيبقى الملف مفتوح على طول، وهو قضيه الحد بالتلوث لكل المجاري المائيه اللي موجوده على مستوى المحافظه، وان شاء الله نتوقع ان احنا نلاقي نتائج كويسه قوي تساعد على ان احنا هنطلع توصيات كمان للمستوى القومي او المركزي، ونساعد بها على حل المشكله دي على مستوى الدوله. فيما يتعلق بمشروع الصرف الصناعي والصحي، هل تعرفون من اين ستاتون بالتمويل اللازم لاطلاق هذا المشروع؟
هو طبعا الموضوع ده معني بيه المنطقه الصناعيه، وكان تدين مشكله بالنسبه لنا ان المشروع ده متاخر نتيجه نقص الاعتمادات. تقريبا احنا وصلنا ان احنا صرفنا في حدود 68 مليون جنيه حتى الان على المحطه، ومتبقي يمكن مبلغ يصل ل 100 مليون جنيه. فحلا للمشكله وتجزئه لها انا عملت اجتماع مع الساده المستثمرين ومجلس اداره المنطقه الصناعيه بالمنطقه الصناعيه، واتفقنا على ان احنا هنعمل اجراءات فنيه معينه بحيث ان احنا نعمل تشغيل جزئي للمحطه خاص بالتشغيل الصناعي او محطه الصرف الصناعي، وفي المقابل هناخد ودعم من الساده المستثمرين وجمعيه المستثمرين، زائد ان احنا هنساهم كمحافظه والصندوق الخاص بالمنطقه الصناعيه في الاجراء ده ان شاء الله. شكرا جزيلا للواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية ورئيس لجنة متابعة مياه الشرب، شكرا جزيلا لك. ونختم جولتنا من محافظة الغربية، حيث انتظمت حركة القطارات بين مدينتي طنطا والمنصورة بعد أن نجحت جهود الأجهزة الأمنية في إقناع العاملين بشركة وبريات سمنود بفض اعتصامهم من على قضبان السكك الحديدية. وقبل أن نختم هذه الجولة نقدم لكم الشكر على متابعتنا، لكن نترككم مع لقاء أجراه الزميل سالم المحروقي من محافظة الغربية مع هشام البنا عضو اللجنة النقابية بشركة وبريات سمنود. شكرا للزميل زين العابدين. توفيق، يعني لا زالت أزمة شركة سمنود للنسيج والوبريات مستمرة، حيث كان هناك وعدا من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمنح إعانة عاجلة للعاملين بالشركة قدرها 10 ملايين جنيه من أجل سداد الرواتب المتأخرة لهؤلاء العاملين عن الشهرين الماضيين، وكان من المقرر صرف هذه الرواتب اليوم، ولكن عندما ذهب وفد من الشركة إلى وزارة المالية وجدوا أن هناك خلافا نشب بين وزارتي المالية والتأمينات، وعلى إثرها توقف صرف المبالغ المقررة لهؤلاء العاملين، مما دفع عددا من العاملين لقطع شريط السكة الحديدية بين القاهرة ودمياط، ولكنه منذ نحو ساعات قاموا بفتح الطريق السكك الحديدية مرة أخرى، ولكن هناك عدد منهم لا زال يعتصم داخل الشركة حتى الآن، وقالوا إنهم لن يفكوا هذا أو لن يفضوا هذا الاعتصام إلا بعد صرف الرواتب المستحقة لهم. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ جمال الدمرداش المدير عام المفوض لهذه الشركة لنعرف منه تفاصيل ما حدث اليوم بوزارة المالية وآخر تطورات هذه الأزمة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. كان في اجتماع النهاردة في وزارة المالية من أجل محاولة الوصول إلى حل لهذه الأزمة، نريد أن نعرف منك آخر تطورات هذه الأزمة. هو حقيقة احنا كنا تقابلنا مع السيد الأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم اللي هو الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، اللي هو وعدنا بأنه عرض الموضوع على معالي رئيس مجلس الوزراء لكي يقوم بمخاطبة السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية من أجل حثه على أن يقوم بمنح هيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 10 مليون جنيه لكي تتولى الأخيرة هي صرف مرتبات العاملين بالشركة، والجزء المتبقي منها يكون في كنسبة في زيادة رأس مال الشركة. إلا أننا فوجئنا اليوم وكنا على وعد مع الدكتور صفوت عبد الدايم بأن اليوم الخميس هو اليوم الفاصل بالنسبة لحل هذه المشكلة، فذهبنا نحن وأنا ورئيس مجلس إدارة الشركة إلى وزارة المالية منذ صباح اليوم، وقد تقابلنا مع السيد الأستاذ رئيس قطاع الموازنة بالشركة بوزارة المالية، وقمنا بالاتصال بمعالي السيد الدكتور صفوت عبد الدايم الذي قام بدوره بالاتصال بالسيدة الدكتورة نجوى خليل والسيد الدكتور وزير الماليه، وتم ايفاد السيده الاستاذه ثريا فتوح اللي هي رئيس صندوق التامين الاجتماعي الى وزاره الماليه، ولم يتم التوصل الى حل نهائي لهذا الموضوع، ولكن الامر تعقد لانها السيده الاستاذه طلبت ان يكون هذا المبلغ في صوره مبلغ من الدين المقرر على وزاره الماليه لصالح هيئه التامينات. الان هناك خلاف بين وزارتي الماليه والتامينات حول هذا المبلغ الذي سيصرف للعاملين، هل سيكون من وزارة المالية أم سيكون من الدين المخصص
لوزارة التأمينات، ولكن الذي يدفع ثمن الخلاف حتى الآن هم العاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو شهرين. بالضبط كده حضرتك، المفروض ان هو وزارة التأمينات مصرة على انها تاخد هذا المبلغ في صورة جزء من الدين اللي هو على وزارة المالية، ووزارة المالية مصممة على انها تديه لوزارة التأمينات في صورة قرض، في حين ان وزارة التأمينات يعني بتقر السيدة الفاضلة اللي هي سرية رئيسة صندوق انها المالية مدينة لها، فكيف تأخذ قرض وهي المالية مدينة لها؟ وبالتالي الموضوع تصاعد والموضوع تأزم، وبالتالي نحن كعاملين بشركة سمنود للنسيج والوبريات والعاملون أجمع هم الذين يدفعون ثمن هذه الخلافات. إذا عدنا بالأزمة إلى الوراء بعض الشيء أستاذ جمال، كان هناك وعدا من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمنح العاملين هذه الإعانة إلى حين توفيق أوضاع هذه الشركة، كان يوم 7 إبريل الماضي تحديدا. يعني تفاصيل ما حدث مع رئيس الوزراء في ذلك اليوم. هو نتيجة طبعا المبادلات، نتيجة الخطابات والاهتمام بمشكلة الشركة، فقد تم وذلك برضو بمساعي من معالي المحافظ محافظ الغربية، تم عقد اجتماع يوم 7/4 تحت رئاسة معالي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرة التأمينات ووزير القوى العاملة ووزير المالية ووزير الاستثمار والسيد وزير الأوقاف والسيد معالي المستشار المحافظ الغربية، وبحضور ممثلي الشركة. وكان هذا الاجتماع كان مقرر للانتهاء من حل مشكلة الشركة بصفة جذرية، وقد تم التوصل في هذا الاجتماع الى اتخاذ قرارين. القرار الاول هو ان تتولى وزارة التأمينات ووزارة الأوقاف ووزارة التأمينات ووزارة الأوقاف ضخ الأموال اللازمة لإعادة الاستثمارات بالشركة وإعادتها للإنتاج ودوران على عجلة الإنتاج من جديد كسابق عهدها. القرار الثاني اللي هو ان تتولى وزارة المالية بدفع 10 مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك من المديونية الغير مثبتة على وزارة المالية لصالح هيئة التأمينات، في سبيل انها وزارة التأمينات تأخذ هذا المبلغ ويتم دفع اجور العاملين به لمدة 3 شهور لحين توفيق اوضاع الشركة مع هيئة الاوقاف او مع وزارة التأمينات الاجتماعية. إلا أنه حتى تاريخه لم يتم تفعيل أي من هذه القرارات. لذا وأنا في هذا المكان وفي هذا الوقت وفي وقت عيد العمال، العيد الذي المفروض أنه هو بيكون فيه منحة للعاملين، بأناشد السيد معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن لا بد من تفعيل قرارات، ولا بد من حث السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية لعمل أو لصرف إعانة غير متكررة لصرف الأجور المتغيرة للعاملين بالشركة عن شهري مارس وإبريل ومايو، لأن إحنا دخلنا في شهر مايو، فلا يعقل أن يكون هناك عيد للعمال وهناك عمال لم يتقاضوا أجورهم لمدة شهر. كمان ذكرت لي قبل الهواء أن هناك اجتماع منذ ساعات كان مع رئيس الوزراء في محاولة للتوصل لحل هذه الأزمة. تمام. عندما علمنا من وزارة المالية بأنه لم يتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بتحويل المبلغ المطلوب لوزارة التأمينات، فتوجهنا وعلى وعد من معالي السيد الأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم توجهنا إليه مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، والذي لم يتوانى فرصة فأن يتقابل معنا، وتم عرض الموضوع على سيادته، وأفادنا فعلا أنه فعلا يعني كان بصدد النزول إلى السيد معالي رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على سيادته، وقد عرضنا واقترحنا على سيادته بأن يعرض على معالي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن يكون هذا المبلغ في صورة منحة وإعانة غير متكررة للعاملين بشركة سمنود للنسيج والوبريات لحين توفيق أوضاعها من قبل هيئة الأواف أو من قبل المساهمين لضخ استثمارات معينة. توصلوا لحل الأزمة من خلال أن عرضتم على رئيس الوزراء إلى حل الخلاف بين وزارتي التأمينات والمالية أن تكون إعانة غير متكررة فعلا. إحنا بنقتصر لأن الموضوع الذي يعرض من خلال وزارة المالية من أجل حل الموضوع سوف يأخذ وقتا طويلا، لأنه المفروض أن هو وزارة المالية هتعد خطاب تبعته رئيس الوزراء، رئيس الوزراء تاني يحوله للجنة أو يشوفها يدرس الموضوع ويشوف هل إمكانية أن هو الصندوق الاجتماعي الحكومي هيساهم أو مش هيساهم، كل هذا الموضوع سوف يأخذ وقت. فكان اقتراحنا لمعالي السيد الأستاذ الدكتور اللي هو الأمين العام لمجلس الوزراء بأن يتم موافقة رئيس مجلس الوزراء على صرف هذا المبلغ في صورة إعانة غير متكررة، وهذا ليس ببعيد على السيد رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى جاهدا لحل مشاكل العاملين وذلك في عيد العمال الذي هو فرصة لأن يمنحهم هذه الهدية. أستاذ جمال، كنا بالأمس في لقاء مع عدد من العاملين داخل الشركة في ذكرى الاحتفال بعيد العمال، ودخلنا معهم في نقاش كبير حول
أهم العوامل التي أدت إلى انهيار الشركة بهذا الشكل. هم اتهموا مجالس الإدارات المتعاقبة بالإهمال المتعمد في حق الشركة مما أوصلها إلى ما هي فيه الآن. هو يعني انا هتكلم مع حضرتك كلام علمي، يعني على اساس برضو ان هذا الكلام لن مش هنقول ان هو ليس له اساس من الصحه، لكن هي المشكله مشكله تراكميه، يعني مشكله الشركه مشكله تراكميه. مشكله الشركه بدات منذ نشاتها. الشركه عشان انا احب اكون شركه النهارده لابد ان يكون هيكل التمويل بتاعي تمويل ذاتي، يعني انا بنشا شركه لابد ان يكون معايا الاموال، معايا الاموال. انشئت عام 84، الشركه انشئت عام 84، بدات تشغيلها سنه 85، انشئت على التمويل بالقروض. التمويل بالقروض هذا يكلف الشركه فوائد واعباء تمويليه جامه، بيكلف الشركه النهارده انا بدفع فوائد، دفعت فوائد واعباء تمويليه لبنك اسكندريه اللي انا كنت مقترض منه الفلوس مبالغ لا تقل من 80 ل 90 مليون جنيه. لو انا كان هيكل التمويل بتاع شركه سمنود كان تم تاسيسه صح عن طريق التمويل الذاتي من المساهمين، كان هذه 80 مليون او 90 مليون كان تم اعاده استثمارها في اعاده هيكله الشركه، في احلال وتجديد بعض الماكينات، في اعاده تجديد الماكينات والمعدات، وكانت الشركه النهارده ليس في حاجة إلى أن تقف ولا أن تعمل اعتصامات ولا إضرابات، لأن كنت همول نفسي بنفسي، فأنا ما كنتش محتاج لا من وزارة مالية ولا محتاج من أي وزارة. النظام الذي أنشئت على أساسه الشركة يعني نظام غير مجدي، نظام هو الذي أدى إلى انهيارها بهذا الشكل. تمام. أضف إلى ذلك أن وجود الخلل الدائم في الهيكل التمويلي للشركة منذ نشأتها، أضف إلى ذلك ملحوظة تانية، أن الشركة منذ تأسيسها تم بتأسيسها على أساس أن شركة مصر للغزل والنسيج هي اللي بتتولى إدارة شركة سمنود، وكان مجلس الإدارة في ذاك الوقت هو مجلس إدارة شركة المحلة، هو رئيس مجلس إدارة شركة سمنود، فبالتالي كان يعتبر أن سمنود عنبر من عنابر شركة مصر، فبالتالي فهو لا يحمل العاملين بشركة سمنود أي مسؤولية ولا يحملهم أي أعباء. في نهاية الأمر في نهاية كل شهر بيتم صرف المرتبات للعاملين، ولا يتم عمل اسم منتج باسم شركة سمنود، وتم تهالك الماكينات. فظهرت هذه المشكلة في الربع، تم تهالك الماكينات ومجالس الإدارة المتعاقبة لم تكن تكلف نفسها مسؤولية تحديث هذه الماكينات، صيانة هذه الماكينات، لدرجة أن إحدى الماكينات يعني ماكينة صباغة الأنديجو، نعم يعني كان مصروفات صيانتها لا تتجاوز 120,000 جنيه، نعم، ولكنها معطلة منذ نحو 10 سنوات يا فندم. نعم. بالنسبة بخصوص ماكينة صباغة الأنديجو، هذه الماكينة معطلة منذ عام 2002. نعم. هذه الماكينة هي التي كانت تحمل شركة سمنود إلى الأمام، لأن شركة سمنود هي كانت مؤسسة على أساس أن ماكينة صباغة الأنديجو هي الماكينة الوحيدة التي تشتغل في خيوط صباغة الأقمشة الجنز، الماكينة الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي الماكينة الوطنية الحالية. يعني أنا عندي دلوقتي في مصر 3 مصانع بينتجوا أقمشة الجنز، منهم كلهم مصنع سوري ومصنع تركي. شركة سمنود هي كان المصنع الوطني الوحيد، وانا في هذا المجال باناشد واكرر وزير الصناعه ووزير الاستثمار ومعالي رئيس الوزراء بان هذه الماكينه جديره بالاهتمام وجديره بان يتم اعاده. استاذ جمال كنت فين من 10 سنين؟ هقول لسيادتك على حاجه، كنا فين من 10 سنين؟ كان مجالس الادارات او كانت الادارات، ما انا قلت لحضرتك ان كان رئيس مجلس اداره شركه مصر هو رئيس مجلس اداره شركه سمنود، فكان لا يحمل شركه سمنود اي يعني امبارح وانا قاعد مع العاملين هم المصنع او الشركه بالنسبه لهم هم مش بيتهم الثاني، بيتهم الاول، ده اساسي، ده طبعا. وهكذا شعرت وانا اجلس معهم بالامس. يعني لماذا لم تتحركوا؟ لماذا لم تناشدوا مجلس اداره؟ لماذا لم تناشدوا وزاره الصناعه ان هناك ماكينه مهمه جدا موجوده داخل الشركه معطله منذ 10 سنوات ولم يكلف احد خاطره يعني لمحاوله صيانه هذه الماكينه؟ هذا الكلام تمام جدا. انا مش هحمل نفسي برضو لان انا تحملت هذه المسؤوليه منذ شهر 10 2011، وانا تحملتها بعد ان كانت في انهيار تام، ورفض اعضاء او رفض مجلس الاداره السابق ورئيس مجلس الاداره السابق ان يستمر في هذه الشركه بدون تقديم اي تسهيلات ولا اي استثمارات من جانب المساهمين. وكان امامنا اختيار، احد الاختيارين امام اعضاء مجلس الاداره، احد الاختيارين اما ان تغلق الشركه واما ان يتولى احد ابناء العاملين اداره هذه الشركه. فانا من باب هذه المسؤوليه وحفاظا على العاملين بالشركه ونظرا لان احنا تربينا في هذه الشركه، فتحملت هذه المسؤوليه على عاتقي بدون ومن خلال هذه اللحظه، وأنا أناشد المساهمين وأناشد الدولة لإعادة وضخ الاستثمارات اللازمة. لم يعد أمامنا وقت، أنتم الآن تنتظرون العرض الذي عرضتموه على رئيس الوزراء بمنحكم
قرض او كما ذكرت يا فندم. سيادتك انا بس عاوز اقول لحضرتك دلوقتي احنا ما فيش قدام مننا فرصه حاليا غير ان احنا كنا طالبين ان المساهمين اللي هم مساهمين في شركه يضخوا استثمارات في الشركه. العاملين بالشركه في حاجه الى انهم يشتغلوا، مش ان العاملين مش عاوزين يناموا، العاملين عاوزين يشتغلوا، بس مقومات العمليه الانتاجيه عن الاعانه الغير متكرره. انتم الان خطبتم رئيس الوزراء بمنحكم اعانه غير متكرره. الفرصه هذه هي الفرصه السانحه الان والسريعه لكي تحل مشكله العاملين بالشركه. لكي تحل هذه المشكله. نشكر الاستاذ جمال الدمرداش المدير العام المفوض لشركة سمنود للنسيج والوبريات. كنا معكم مشاهدين لمتابعة هذه الأزمة المتكررة، أزمة العاملين بهذه الشركة الذين يبلغون نحو 1300 عامل لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين تقريبا ودخلوا في الشهر الثالث، وهناك مفاوضات بل أزمة بين وزارتي المالية والتأمينات على منحهم 10 ملايين جنيه من أجل سداد الرواتب المتأخرة لهؤلاء العاملين. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. لكم الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عرض الأهم وآخر الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. يؤدي العشرات من أنصار التيار الإسلامي صلاة العشاء في مسجد رابع العدوية في مدينة النصر استعدادا للتجمع أمام مقر جهاز الأمن الوطني، وتأتي المظاهرات استجابة لدعوة أطلق حسام أبو البخاري المتحدث الإعلامي باسم التيار الإسلامي العام.
ويحتج المتظاهرون على ما وصفوه بعودة جهاز الأمن الوطني لممارساته في عهد النظام السابق بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم. وشدد المشاركون في المظاهرة على سلميتها وخلوها من أي مظهر من مظاهر العنف. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من موقع المظاهرة الزميل محمد جمعة. محمد، حدثنا عن الأجواء في هذه المظاهرة. نعم، تجمع منذ قليل عدد من الشباب التابعين للتيار الإسلامي في محيط مسجد رابعة العدوية وداخل المسجد هنا في مدينة نصر، استعدادا للانطلاق في مسيرة تصل إلى مقر الأمن الوطني، مقر أمن الدولة سابقا، وتظاهر هناك. يعني أكدوا أن الهدف من هذه التظاهرة هو الاعتراض على ما أسموه تجاوز بعض ضباط الجهاز الأمن الوطني والأفراد أيضا ضد التيار الإسلامي. يعني أبرزوا أن هذه التجاوزات يعني تتعلق بالاتصال ومتابعتهم كما كان يحدث سابقا من جهاز أمن الدولة، يعني هتفوا ضد جهاز الأمن الدولة ومرسلاته السابقة، وأكدوا أنهم لم يسمحوا بأي تجاوزات والعودة إلى الوراء ويعني وممارسة التعذيب وتجاوزات على حد تعبيرهم. أيضا في المقابل وزارة الداخلية كانت أصدرت بيان يعني أكدت أن جهاز الأمن الوطني جهاز معلوماتي يعني يختص بمكافحة الإرهاب والجاسوسية، يعني ونفت تعرض أحد أو المساس بحريته أو كرامته من قبل جهاز الأمن الوطني، وأنهم يعني سيحموا المنشآت. يعني ويعني الشباب المشاركين هنا في المسيرة أكدوا أن المسيرة التي سنظمها ستكون مسيرة سلمية وغير يعني ومؤمنة من قبلهم ومن قبل الشباب الداعين إليها. عندما سألناهم من هي التيارات التابعة المشاركة في هذه التظاهرة قالوا أن يعني جميع الشباب التيار الإسلامي مشارك دون انتماء سياسي أو مشارك بصفة فردية. هناك اختلاف أيضا حول ميعاد تحرك هذه التظاهرة. طيب، هل هنالك موعد محدد لانتهاء هذه المظاهرة؟ يعني سأكمل لك أن هناك اختلاف بينهم حتى الآن، لم يعني يتخذوا قرار أنهم سيذهبوا بعد صلاة العشاء مباشرة، أم والبعض الآخر يتحدث أنهم سيتحركوا من مسجد رابعة العدوية بعد الساعة 12 مساء ليصلوا أمام مقر جهاز الأمن الوطني في الساعة 2 من صباح اليوم التالي، حتى يعني هم يقولوا أنها رسالة رمزية يعني كما كان يحدث سابقا من دوار الليل كما أطلقوا عليهم. وكيف هو الاستعداد الأمني إزاء هذه المظاهرة؟ لا يوجد الآن في محيط مسجد رابعة العدوية غير الشباب التابع للتيارات الإسلامية، ولا يوجد أي أحد من الشرطة ولا أي أمن، يعني هم ينظمون نفسهم مع نفسهم ولا يوجد أي تدخل حتى الآن. هل هنالك هتافات لافتة أو لافتات بارزة؟ يعني هم في بعض هتافاتهم أكدوا أنهم لم يسمحوا بمراسات أو عودة أمن الدولة السابق، ونددوا في هتافاتهم أنهم لم يسمحوا بهذه التجاوزات مرة أخرى. شكرا جزيلا محمد جمعة من أمام مسجد رابعة العدوية. يأتي هذا في وقت أمر فيه المستشار طلعت عبد الله النائب العام بإحالة بلاغ مقدم من الرائد فهمي بهجت إلى نيابة وسط القاهرة ضد كل من حسام أبو البخاري والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الرأي، يتهمهما فيه بتكدير الأمن العام ومحاصرة مقر الأمن الوطني. ودعت وزارة الداخلية أولئك الذين دعوا للتظاهر أمام مقر الأمن الوطني إلى تحري الدقة فيما يروجون له. ونفت الوزارة في بيان لها ما تردد عن استدعاء القطاع شخصيات من التيار الإسلامي وتهديدها بالقتل. كما أكد البيان أن الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع منشآتها باعتبارها ملكا للشعب المصري. افتتح الرئيس محمد مرسي والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عددا من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية.